شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي. بعد قليل. بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من علماء من بلدي. اسمحوا لي أكون موجودة معاكم النهاردة إن شاء الله نكون ضيفة خفيفة على حضراتكم مكان الزميلة العزيزة والغالية داليا طاهر. علماء من بلدي النهاردة الحلقة إن شاء الله تكون متميزة بإذن الله وتكون حلقة قوية ونستفيد جدا لأن الموضوع أعتقد أن هو ممتع إلى حد كبير. النهاردة معانا ابن من أبناء كلية الزراعة جامعة القاهرة، تدرج في الكلية وتم تعيينه معيد بكلية سنة 1983 وتدرج أيضا من مدرس مساعد إلى مدرس فأستاذ مساعد حتى نال درجة الأستاذية في عام 2009. ضيفنا النهاردة إن شاء الله هيكون منورنا وموجود معنا على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور سامي أبو بكر محمود، هو أستاذ تربية الحيوان بكلية الزراعة جامعة القاهرة وهو أيضا نائب ورئيس قسم الإنتاج الحيواني الشؤون فرع تربية الحيوان، وهو أيضا المدير التنفيذي بمحطة التجارب الزراعية بكلية الزراعة سابقا ومدير مركز الدراسات نظم معلومات والمعلومات ماشية واللبن ماشية اللبن السابق ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني. وخلينا نقول ما شاء الله ما شاء الله اللهم لا حسد ما شاء الله. طيب خلينا كمان نتكلم كده نبذة سريعة، يعني ضروري ان انا عشان اوضح اقول كده حاجات سريعة وهي ايضا مهمة جدا. الاستاذ الدكتور سامي ابو بكر وزي ما قلنا كلية الزراعة جامعة القاهرة، وزي ما قلنا هو حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية ايضا تخصص انتاج حيواني بامتياز مع مرتبة الشرف، وحاصل او نال على درجة الماجستير والدكتوراه والكلام ده كان 90 96، مظبوط الكلام ده، وكان في عدد كبير ما شاء الله من الابحاث العلميه وحوالي 37 بحث ما شاء الله برضو عشان ما نحسدش، ومجلات ودوريات علميه محليه وايضا دوليه، اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه كمان، وحصلت إحدى الرسائل المهمة جدا دي على جائزة أفضل رسالة ماجستير على مستوى كلية، وكان ده كان في عام 2009 تمام؟ بعد كده تنوعت المؤلفات أو عدد كبير من المؤلفات العلمية في مجال كمان الحاسب الآلي وعلومه، وأيضا قام أيضا بالمشاركة مع مجموعة أخرى من الأساتذة أو الدكاترة في ترجمة عدد من الكتب وبالتحديد كتاب ممارسات جيدة لصناعة اللحوم، كلام ده تابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو، موضوع كبير جدا جدا جدا. طيب خلينا طبعا الأول طبعا نرحب بحضرتك منورنا، أهلا وسهلا وأنا سعيدة جدا، يعني أنا تقريبا أنا جاهزة أن أنا أستفيد، يعني أنا النهاردة نغير ما عنديش مانع فضلك، فاحنا النهاردة هنستفيد بحضرتك جدا جدا وهنتكلم أول حاجة في مجال زي ما أنا قلت في البداية تربية الحيوان والبيئة والمجتمع وقيمة الموضوع ده بالنسبة لاقتصاد بلدنا، وهنقف في أكتر من محطة، محطات هامة جدا مع دكتور، سواء كانت هذه المحطات علمية مهنية بحثية. أول حاجة كده قبل ما نبتدي اللقاء ونبتدي نسأل هناخد نبذة سريعة جدا عن مفهوم تحسين الحيوان ونرجع نكمل كلام. طيب نسمع الأول منك قليل، ناخد الأول قبل ما نجهز بالفاصل، ناخد جزء كده قليل
نفهم بس كلمة تحسين الحيوان وبعدين نرجع ناخد فاصل. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد ان دي المرة الثانية اللي نبقى موجود متعاون. اهلا وسهلا. وده شيء يسعدني جدا ومدي من البرامج المتميزة في القناة المصرية. أشكرك. شكرا جزيلا. لو رجعنا للمفهوم تحسين وراثي للحيوان، هو تحسين ايه دكتور؟ تحسين الوراثي للحيوان. التحسين الوراثي يعني بمعنى احنا عندنا الجاموسة او البقرة البلدي، انا بتكلم عن تخصصه كإنتاج حيواني، الجاموسة بتجيب لبن قليل مثلا، يعني بتجيب مثلا 6 كيلو 7 كيلو، طب ازاي اخلي الجاموسة تجيب 8 كيلو؟ هو ده التحسين الوراثي. طب اخلي كمية اللبن ده تغذية؟ لا، ما هو الانتاج بيتمثل في حاجتين، التركيب الوراثي بتاع الحيوان زائد البيئه اللي عايش فيها، يعني الاثنين دول تفاعل، الاثنين دول مع بعض هو بيدوني انتاج اللبن. اي صفه بتظهر على الحيوان بتكون عباره عن حاجتين، وراثه اللي هو التركيب الوراثي للحيوان زائد البيئه اللي عايش فيها الحيوان، فالاثنين مكملين لبعض. يعني البيئة اللي عايش فيها الحيوان اللي هو تشمل كل حاجة، كل حاجة تتخيل اللي هيئها له المزارع أو اللي هو تشمل الفلاح بقى، تشمل تغذية، رعاية بيطرية، كل ما تتخيلي أي حاجة محيطة بالحيوان هي دي البيئة. فالبيئة مع الوراثة بتاع تركيب الوراثة للحيوان، فلو هو الحيوان تركيبه الوراثي كويس بس البيئة غير مناسبة عشان يقدر يعبر عن تركيب الوراثي ده، يبقى هيديك إنتاج لبن مش هيديك. لو هو تركيب الوراثي ضعيف بس البيئة اللي هو عايش فيها بيئة كويسة. وانا اعرف منين البيئة دي؟ يعني انا دلوقتي الطبيعي خضرة، جو كويس، مكان قاعد فيه، هو انا بتختلف الحيوان ده بيختلف من حيوان لاخر، او انا مستورداه او هو مصري، وبالتالي البيئة تكون ملائمة هو جاي منين؟ يعني انا المفروض دارس ده؟ لا، وبص حضرتك، كل حيوان بيئته المختلفة. يعني الجاموس بتاعنا يعني ازاي مش ده زي ده؟ لا 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 خالص. الجاموس المصري جاموس متأقلم على الظروف المصرية. لكن لما اجيب بقر من بره، لبقر هولشتاين، يبقى لازم اوفر له البيئة مشابهة للبيئة اللي هو كان عايش فيها. هتلاقي معظم المزارع التجارية اللي بتربي ابقار مستوردة من بره لابد انها تعمل تحيط توكله كويس جدا زي ما تكون بياكل بره، رعاية صحية، رعاية بيطرية، تمنع عنه الامراض، توكله اكل كويس جدا يكفي اللي انه يديني انتاج كما لو كان موجود في بلده. اعمل له تكييف، مش معنى التكييف انا فاهم يعني احط مراوح، ملائمه البيئه تبقى مقاربه للبيئه اللي هو عايش فيها. لكن الجاموس المصري يتحمل الحراره، يتحمل البروده، اي نعم الحراره والبروده العاليه او الحراره العاليه لها تاثير على انتاج اللبن، لكن ده حيوان متاقلم، فدي صفه احنا بناخدها معنا في الاعتبار اللي هي تاقلم الحيوانات او السلالات المحليه الموجوده في مصر. ايه السلالات المحليه الموجوده في مصر؟ عندنا سلالتين مهمين جدا، اللي هو البقر البلدي، اللي هي البقر البلدي اللي لونها مصفر ده، والجاموسة اللي هي لونها الرمادي بيتراوح من الفاتح للغامق. دايما الفلاح مشكلة ده بتاعنا بقى، ده بتاع بلدنا، ده دي السلالة المحلية بتاعتنا. تمام. فلما نرجع بقى كلمة التحسين الوراثي بتاعنا، التحسين الوراثي انا عايز الجاموسة اللي بتجيب 7 كيلو او 8 كيلو، انا عايزها تجيب 10 كيلو 12 كيلو. طبعا مش هجيبها، مش هخليها زي البقر الهولشتاين اللي بتجيب 35 كيلو. فرق، ده فرق وده فرق، دي حاجة ودي حاجة. لكن قيمة إنتاج اللبن هنا غير قيمة إنتاج اللبن هنا، يعني سعر اللبن اللي بيورده مثلا المزرعة التجارية للبن البقري حوالي مثلا 7 جنيه، لكن لما تبيع تجيلي كيلو اللبن الجاموسي ب 12 جنيه من باب المزرعة أو 15 جنيه من باب المزرعة، حضرتك بتشتري من لبان ب 15 جنيه وب 16 جنيه. لا، هو حضرتك قلت طبعا معلومات قوية جدا انا ما اعرفهاش يعني هو بس الواحد طبعا يعني هي القصه ان في لبن موجود بالسعر الفلاني. حضرتك اذا الموضوع كمان فيه ناحيه اقتصاديه قويه جدا طبعا. المستهلك خلص قبلك، المستهلك المصري بيحب اللبن الجاموسي عن اللبن البقري. يعني حضرتك بتحب تشتري اللبن منين؟ من تجيبي جهينه ولا تحب تجيبيه من لبان؟ في ناس كتير جدا تحب تجيبه من لبان على اساس ان هو نسبه الدسم بتاعته عاليه، اللون اللبن ابيض جامد. ده كده اللي قدام حضرتك على الشاشه هنا، ده كده ايه بقى؟ ده الجاموس المصري. ده الجاموس المصري اللي هو العادي بتاعنا اللي احنا كلنا عارفينه، اللي احنا كلنا. ودي مشكلته ان هو مفتت عند الفلاح. هو ايه يا فندم؟ مفتت، تفتيت يعني الحيازه، تفتيت الحيازه الحيوانيه. يعني مفيش تجمعات. يعني هو ده غلط؟ غلط. صح، يعني في تجمعات. لا، غلط ان احنا ما نعرفش عنه حاجه. طالما عند الفلاح، فالفلاح دايما مش هنعرف نوصل له زي ما لو نروح لمزرعه، يعني المزرعه فيها 100 راس، 200 راس، 300 راس، 1000 راس، غير لما اروح عند فلاح عنده واحده اثنين. يعني عمليه حصر نقدر نقول، يعني انا دلوقتي عارف المكان ده فيه كذا. يعني التحسين بيعتمد على توفر بيانات.
بالظبط. ما فيش بيانات مش عارف احسن، يعني انا ازاي احسن؟ وصعب ان انا اجيب بيانات في ظل ان كل مزارع وكل فلاح عنده جاموسة اثنين، عنده واحدة، عنده ثلاثة، عنده واحدة اثنين ده ثلاثة. طب ما فيش تجمعات زي البقر الهولشتاين، البقر الهولشتاين ما بتلاقوش عند الفلاح لان مش هيقدر يوفر له الظروف. هو كل انواع عايزة تجمعات؟ لا، ما انا بقول لحضرتك الفلاح مش هيقدر يقتني البقرة الهولشتاين، مش هيقدر يوكلها لانها بتاكل بتكلفة عالية. واللبن في مشكلة تانية عند الفلاح، ان هو لو جاب لبن كتير هيوديه فين؟ هندخل في مشكله التسويق. ده لسه كنت يعني المفروض بقى يكون في تعاون عشان اقدر ان انا اعمل له ماركتنج كويس واسوق له كويس. تمام، عشان كده عندنا مشروع قائم حاليا بيعمل بيشتغل عند المربي الصغير اللي بيقوم بعمليه انتاج وتصنيع وتسويق. احنا بنساعده نعمل يحسن انتاجه، يصنع اللبن، وبعدين ازاي يسوقه. طيب انا عشان ما ادخلش في اسئله كتير خليني ماشيه مع المشاهد. احنا اول حاجه وصلنا فيها ليها اللي هي تحسين الحيوان. التحسين ان انا بزود الانتاج، بزود الانتاج باقل حاجه عشان الناس تستوعب ان انا بزود انتاج اللبن. تمام، انا عايزه اوضح حاجه قبل برضو ما انطلق للاسئله الاخرى. كلمه تحسين حيوان يعني فيها تطوير، فيها تكنولوجي، فيها كل ما هو حديث. انا كمصري هنا او كمصري هنا طبعا بسيادتك ودكاتره وناس بتشتغل، انا واصله لاي مرحله في التكنولوجي ده عشان اقفل كلمه تحسين دلوقتي بقى؟ التكنولوجي بتاعتي وصلت لايه؟ احنا حاليا في مصر احنا دايما بنستورد التكنولوجيا من بره، يعني دايما ان الشباب بتوعنا بيروحوا يتعلموا بره ويجوا ينقلوا الخبرات بتاعتهم نتيجه في التكنولوجيا او التقنيات الحديثه في التكنولوجيا الحيويه. فما بيجوا مصر طبقا للظروف طبعا عشان نوفر التكنولوجيا الحيويه بالمعنى الكبير دي مكلفه جدا. احنا عندنا في مصر نوعين من التحسين، في تحسين تقليدي اللي هو بيعتمد ان انا بسجل بيانات، ودي بنسميها الطريقه التقليديه في التحسين العادي العاديه دي. تمام. دي بقت يعني انا بعتبر استاذ تراديشنال. يعني ايه تراديشنال؟ يعني تقليدي في التحسين، لان انا ماجستير ودكتوراه كنت بحسن بناء على صفات انتاج اللبن وجمع البيانات الكلام ده. دلوقتي ما فيش الكلام ده، ممكن من غير بيانات، وخاصه احنا عندنا مشكله ما فيش توفر النسب، يعني لازم اعرف الاب والام بتاع الحيوان عشان الجينات اللي بتتنقل من الاب والجينات اللي بتتنقل من الام. انا ما عنديش معلومات عن الاب والام، ما عنديش بيانات عن الانتاج، ما عنديش تسجيل، فكل دي مشاكل قوميه دي لو اتعالجت. ما عنديش، ده يعتبر تقصير. تقصير طبعا، تقصير طبعا. طيب. البنيه التحتيه اللازمه لاجراء التحسين الوراثي غير متوفره في مصر. طيب خليني اتوقف عند الجمله دي، ناخد فاصل مع حضرتك سريع ومع الساده المشاهدين ونرجع تاني نكمل كلام. مصر مش انا انت، مصر انا وانت. تعالوا نبنيها، علماء من بلدي على شاشة القاهرة. العلمي ومشكلات المجتمع المصري، الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث العلمي، ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية، ملفات ساخنة، موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. رجعنا لحضراتكم مرة تانية نكمل كلامنا، والموضوع زي ما قلنا مهم جدا جدا، واحنا ان شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين. ايام قليلة اعتقد اسبوعين ان شاء الله باذن الله، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد الاضحى المبارك. تسلمي، ربنا يخليك استاذة المخرجة. ده تحسين الحيوان. تمام. وجزء من التكنولوجي او من ما هو حديث جايلنا وقلنا ان احنا بنستخدمه بطريقة ما ازاي. تمام. وفي جزء عادي تقليدي عادي، وفي جزء اخر. طيب انا برضو هتعمق شوية لكن انا برضو بقول وللمشاهد
عشان انا اوصل للوضع اللي سيادتك فيه طبعا بخبرتك واحتكاكك طبعا بمجالات كتير ومجلات وماجستير ودكتوراه وغيره، اكيد انا عندي محطات في الحياه او انا عندي مراحل، كل محطه بيكون لها تاثير، التاثير ده مباشر او حتى لو غير مباشر نتج عنه اللي انا شغال فيه دلوقتي. تمام، اتفضل. حضرتك كان الواحد طبعا لما كان طالب في كليه الزراعه جامعه القاهره، اولا مفيش طلبه كتير بتدخل كليه الزراعه بمزاجها، بتدخل بالتنسيق، بتدخل مجموعه والتنسيق. انا كنت اضطرب ان ادخل كليه تجاره مش كليه زراعه، فلما دخلت كليه زراعه الناس خوفوني جدا، هتقعد كتير في الكليه، يعني صعبه، نسبه السقوط فيها عاليه. يعني ما كنتش بتحبها من الاول؟ انا كنت بحب تجاره برغم ان انا علمي علوم، لكن كنت بحب تجاره. غريبه قوي. المهم لما دخلت كليه الزراعه طبقت المثل اللي بيقول اذا لم تحب ما تعمل فحب ما تعمل. فانا حبيت زراعه، اشتغلت فيها كويس، اجتهدت، جبت الترم الاولاني امتياز، فقلت العمليه بسيطه. فبناء على كده هي مش بسيطه يا دكتور. لا لا يعني قصدي يعني بالمذاكره حبيت ذاكرت واجتهدت طبعا بالمذاكره، ما مش بسيطه يعني لدرجه ان انا انام. لا انا قصدي بسيطه يعني الواحد لما بيذاكر هيلاقي المجهود نتيجه. انا حتى دايما اقول للطلبه بتوعي انت بتبذل مجهود جامد جدا في الثانويه العامه. بعد الثانويه العامه طبعا الثانويه العامه دي البعبع بتاعت كل البيوت المصريه. انا بقول لو بتبذل نص المجهود اللي بتبذله في كليه الزراعه اللي في الثانويه العامه في كليه الزراعه تطلع من الاوائل. طبعا. بس محتاجه ترتيب وقت وتنظيم وقت. فبناء على الترم الاولاني قلت لا انا هستمر في اللي انا فيه بنفس الطريقه. والحمد لله حصلت على امتياز مع مرتبه الشرف ما شاء الله. الدكاتره اللي كانوا بيدرسونا ماده الانتاج الحيواني حبيت القسم الانتاج الحيواني، عشان كده تخصصت في الانتاج الحيواني. ولما جيت اتعين اذا الدكاتره واللي كانوا بيدرسوا لساتك كان عليهم برضو عامل. طبعا هو اما بقول لك الاستاذ هو اللي كان هو اللي حببني في الانتاج الحيواني. فبناء عليه اخترت ان احنا عندنا 18 قسم في 18 تخصص، لكن انا حبيت التخصص بتاع الانتاج الحيواني ودخلت الانتاج الحيواني. ولما دخلت تعينت معيد كان رئيس القسم رحمه الله عليه الدكتور جمال قمر قال لي انت هتشتغل معايا فيسيولوجي. فقلت له انا ما بحبش الفيسيولوجي، انا احب التربيه، عايز اشتغل مع استاذنا الدكتور احمد سيد عبد العزيز رحمه الله عليه. فقال لي خلاص، راح واخدني من ايديه وراح مديني للدكتور احمد. يا دكتور احمد سامي عايز يشتغل معاك في التحسين الحيواني. كنت معروف بالنسبه لهم؟ معروف كطالب متفوق. لسه كنت حد تميز. كطالب من الطلاب متفوق. الطلبه المتفوقه بتبقى يعني العين عليها شويه مختلف. بتبقى العين عليها شويه. فبناء على الدكتور احمد قال لي خلاص اهلا وسهلا بيك، وبدات اشتغل معاه. وكان لي دور كبير جدا في تغيير طريقه فكري، في طريقه حتى في طريقه شرح. هو انت حضرتك اخترت التربيه ليه؟ لان بحب الرياضه. وهي التحسين بتعتمد على الرياضه، فيها مسائل وتفكير. وده كان له علاقه بالدراسات الخاصه بالحاسب الالي. ودي لان برضك كنت بحب الحاسب الالي، وكنت بدرس للطلبه حاسب الي، فبدات الف جزء في الحاسب الالي. فهو ده الدكتور احمد عبد العزيز كون لي شخصيتي العلميه، ازاي افكر، امتى اتكلم، امتى ما اتكلمش، امتى اسمع. طبعا نتيجه ان انا كنت بقعد معاه كتير. حلو قوي ده، حلو قوي. فالدكتور احمد عبد العزيز ليه طبعا بالاضافه الى مجموعه، انا من حظ الحظ ان انا قعدت في وسط اساتذه بينقلوا علمهم وخبرتهم ليه. وحضرتك بتتعب تعب كده دلوقتي؟ ما اكيد طبعا، اكيد طبعا. ما يعني الحمد لله اللي انا اتعلمته بنقله للطلبه بتوعي دلوقتي. عظيم. اذا ده برضو مش كل المحطات، ده جزء. لا ده جزء بعد ده كده جزء. لما دخلت جزء الاداري يعني مسكت جزء محطه، كان ليا الشرف ان انا امسك مدير تنفيذ المحطه التجارب الزراعيه. ودي حوالي 140 فدان زائد 250 فدان في مزرعه وادي النطرون ما شاء الله. فكنت انتاج نباتي الزراعي والحيواني، وانا كنت تخصصي انتاج حيواني. فازاي ادير جزء زراعي او نباتي اللي هو الخضر والفاكهه والزينه. فكنت في مستشارين علميين معايا، مشرفين علميين بيشتغلوا معايا، فكان لازم يبقى ليا راي. فما ينفعش ابقى مدير وكل حاجه المشرف يقولها له اقول له حاضر. فكان لازم اذاكر في الانتاج الزراعي عشان افهم هو بيقول ايه، لان طبعا انا مش تخصصي، انا قعدت سنتين بشتغل انتاج حيواني بس. فمحطه التجارب الزراعيه ادتني خبره جامده جدا اداريا، ادتني خبره جامده في الزراعه، في الزينه، في الفاكهه، في الخضار، امتى يزرع ده وامتى يزرع ده وامتى يتحصد، بجانب الانتاج الحيواني. انا الكلام ده يعني خارج السكريبت يا جماعه، اسمحوا لي لازم اساله مش هقدر. يعني منين الوقت ده كله؟
والله انا ما شاء الله كذا وكذا وكذا. هي الاسره عندي بتعاني من ان انا دايما بحب الكليه، بحب دايما اقعد فيها. اه اكيد هتعاني يعني طبعا، موجود من الصبح لغايه الساعه 5 6 يوميا. ما شاء الله ما شاء الله. عشان كده الكليه البيت بيشوفني بالليل بس. مع طبعا يعني مش هدخل شويه كده مع سيادتك، في اولاد عندي عمرو وندى واحمد نفس طريقه سيادتك، بيحبوا العلم وبيتفوقوا. طبعا احنا كل الجيل الجديد بيتعلم في البرامج اللغه الانجليزيه عشان يقوي اللغه الانجليزيه بتاعته. فعندي عمرو خريج تجاره حلوان ان شاء الله بي اي اس، وندى حقوق انجليش، واحمد دلوقتي في الاف ام اي تجاره. بيحبوا العلم وبيحبوا الدراسات برضك. مش شويه زي حضرتك. مش لا مش زي لا هم طبعا سبعين دلوقتي عشان تمام. طيب خلينا بقى دلوقتي هندخل في موضوع تاني. طيب احنا اوكي، لو جاهزه اوكي ما عندناش اي مشكله، هندخل في نقطه تانية. اوكي انا بس ثانيه واحده عشان نرتب. انا بس كنت عايزه اقول على حاجه مهمه. احنا دلوقتي اتكلمنا في اكتر من نقطه، هنوصل دلوقتي لحاجه هامه جدا اللي هي خاصه ب معنا التليفون ولا لسه يا عبير؟ طيب تمام. مجال التربيه ووراثه الحيوان ده كان موضوع من ضمن الموضوعات الهامه جدا بالنسبه لسيادتك. تمام. انا زي ما حضرتك انا اشتغلت الوراثه. انا اشتغلت مع الدكتور احمد سيد عبد العزيز اشتغلت معاه في التحسين الوراثي، الطريقه التقليديه للتحسين الوراثي ان انا بعتمد على جمع البيانات. تحسين الوراثي للحيوان عشان ازود انتاج اللبن، ازوده زي احسن حاجه اسمها القيمه التربويه. ده له علاقه برضو باول حاجه احنا قلناها خالص. تمام. ما هي دي البدايه اللي كنا بنشتغل عليها. مع الوقت الدنيا اشتغلت وبداوا يدخلوا على التركيب الوراثي للحيوان، الوراثه نفسها، الجينات نفسها اللي موجوده. ده محتاج برضو دراسه وكتابه لا ده محتاجه معامل. معامل معامل مجهزه باجهزه غاليه جدا ومكلفه جدا. فالزملاء التلامذتنا اللي سافروا بره ومنهم في المانيا وامريكا اتعلموا هذا التكنيك ونقلوا الخبرات دي الى عندنا هنا في مصر. طبعا في ظل عدم وجود الموارد الماليه الكافيه لانشاء معامل بنفس المعامل الموجوده بره، طبعا معينه، لكن في الجامعه بتعمل مشاريع، بتقدم مشاريع، في ناس بتقدم كتير طبعا، لكن بيبقى طبعا العدد محدود، فمش كل الناس بتنال الشرف ان هي تاخد منحه او مشروع. اكاديميه البحث العلمي بتقدم مشاريع، كان في صندوق اسمه صندوق العلوم والتكنولوجيا اللي هو الاس تي دي اف، وتحول دلوقتي الى صندوق الابتكار، كان بيدي بردك مشاريع. فانا خدت مشروع سنه 2009 كان على ازاي استخدم الوراثه في التحسين الوراثي، اعرف فين الجينات المسؤوله عن انتاج اللبن. فكنت بجيب حاجه اسمها الماكرو ساتلايت او الوسمات الدقيقه، كنت بجيبها واجيب عينات دم من الحيوان وعرف مجموعه عمل. طبعا انا ما بشتغلش لوحدي. لا بيشتغل طبعا، كان تيم كبير معايا، والحمد لله طلعنا حوالي 5-6 ابحاث ورسالتين ماجستير ودكتوراه. ما شاء الله. فمن لازم يكون الناس بتحب الجزء ده عشان تقدر تشتغل فيه. طبعا صح كده. وبص حضرتك لازم في الجروب متكامل، انا اعرف تحسين، واحد يعرف فيسيولوجي، واحد يعرف التعامل في المعمل، لان مين يشتغل في المعمل، مين ياخد البيانات دي ويحللها، مين يشتغل على الاجهزه. فاحنا حتى في رساله الدكتوراه الجديده اللي طالب عندي خد دكتوراه، ودينا البيانات بتاعته او عينات الدم بتاعته وديناها امريكا عشان تتحلل، لان الجهاز مش موجود هنا، عشان نقدر نواكب العلم اللي موجود الحديث دلوقتي. ما نعرفش نشتغل، لان دلوقتي احنا كلية عندنا بيتم تبادل طبعا خبرات. مش زي ما حضرتك بقول كده، يعني الزملاء اللي راح اتعلموا بره جم نقلوا الخبره دي. طب احنا عايزين ننقل الخبره دي، فين الامكانيات، المعامل، الجهاز الكبيره، او دي نعمل ايه. فبنقدم مشاريع، بناخد المشاريع، فبنقدر نورد او نودي العينات الدم بتاعتنا او عينات الدي ان ايه بقى اللي هو الجزء الوراثي اللي احنا بناخده من الدم، وبنبعته بره يبعتوا لنا تحليل نعرف بقى الجينات المسؤوله عن صفه انتاج اللبن او صفه النسبه. وبعد ما اعرف ده ابتدي اشتغل بقى على النقطه دي واحقق بقى النتيجه اللي انا عايزها. اللي انا اقول لحضرتك حاجه، بره كانوا الاول بيعتمدوا على ان انا بختار العجل اللي هو الصغير اللي هو بيستخدمه بعد كده في التلقيح الطبيعي او التلقيح الاصطناعي عشان انقل التحسين الوراثي، لان التحسين الوراثي بيتم من وسائله ان انا بعمل التلقيح الصناعي، بجيب طلوقه بيزود انتاج اللبن، بلقح بيه البقره عشان يديني بقره ثانيه بتجيب لبن اكتر من الام والاب. الاول كانوا بيعتمدوا على الطريقه التقليديه، دلوقتي بيعتمدوا على العجل وهو صغير بياخدوا عينه الدم منه ويعرفوا منه ان هو
متميز او غير متميز، وبالتالي بيشتروه بثمن غالي جدا وبياخدوه من المربي ويربوه عندهم في مراكز التلقيح الصناعي، وبيطلعوا منه سائل منوي كتير جدا بيوزعوه على كل دول العالم عشان يحصل الكلام ده. ده امتى بيحصل؟ او كان بياخد وقت كبير، دلوقتي العلم الجديد ان انا بناخد وقت صغير في تقدير الحاجه الوراثيه بتاعت التميز الوراثي للحيوان. يعني انا دلوقتي اصبح في امكانيه او الموضوع متاح بالنسبه لي ان انا اشكل المستقبل بمزاجي، صح؟ يعني سواء كان لبن بزياده البان معينه، تحديد جينات معينه، ده اصبح بالنسبه لي متاح متاح وسهل. وفي بنك اسمه بنك الجينات، انت بتدخل دلوقتي بالنسبه لصفه انتاج اللبن، صفه الدهن، صفه البروتين، كل الصفات بتدخل على بنك الجينات، بتعرفي العلماء اللي قبل كده وصلوا فين، وبتاخد انت الجينات دي وبتتعرف. مين الدول اللي متميزه معانا في الموضوع ده؟ كل دول العالم تقريبا متميزه، كل معظمها يعني. لكن امريكا طبعا بتحديد. امريكا، المانيا، ايطاليا. انا يعني رحت زرت المانيا وزرت ايطاليا في المواضيع دي، ورحت امريكا دخلت المعامل وشفتهم بيشتغلوا ازاي. بالتاكيد هيكون في دور للمزارع او المربي، في دور انا المفروض بقى عليا دور اوعيه، انقل له التكنولوجيا الصح، ازاي اعرفه الظواهر البيئيه المناسبه. انا بيبقى في طريقه تعامل مع المزارع في المرحله اللي انا على اساسها منتظر ان يكون في شكل جديد او ثمره جديده. مشكله الفلاح المصري او المزارع الصغير ان هو صعب ان انت تغيري فكره، بس هو ماده خام لتطبيق التكنولوجيا. ليه صعب؟ هو دايما بيحب، هو تقليدي. عشان تنقلي له خبره، اولا ما ينفعش تروح تقولي له الجينات والماكرو ساتلايت. لا مش هيبقى طبعا مش بالطريقه دي. ما ينفعش بالطريقه دي معاه. لازم يبقى في هنا بيدخل معنا مين؟ الارشاد الزراعي. لازم الارشاد الزراعي ياخد الحاجات اللي انا بطلعها ويبسطها ويحولها للفلاح. يعني طبعا النقطه دي مفقوده عندنا في مصر. ما فيش ارشاد زراعي، في ارشاد زراعي بس مش بنفس الدور اللي انا بقول لك عليه. يعني هو المفروض في تكامل. احنا عيب مصر عندنا ان احنا عندنا كل عناصر النجاح موجوده، لكن كل واحد كان كل واحد شغال لوحده. مع الاسف فدي مشكله يعني. لكن المفروض الارشاد الزراعي بياخد مني المعلومه اللي هي العلميه اللي ما اقدرش اوصلها مباشره للفلاح، والفلاح ياخد الكلام ده. لكن احنا عندنا منشور زي ما قلت لحضرتك ان احنا بننزل للفلاح بنقعد نتكلم، بنحاول نبسط المعلومه ليه. يعني بتخليه يعمل بالنسبه لحضرتك الكلام العوامل البيئيه عشان نزود انتاج اللبن مثلا في الابقار. يعني احنا عملنا عندنا مشروع اسمه بناء نموذج تنموي مستدام لانتاج وتصنيع وتسويق اللبن لدى الفلاح الصغير او المربي. نموذج تنموي مستدام. احنا عايزين في نعمل كل بقى الظروف اللي انا يعني عايزين نعمل حاجه تنمويه ليها جانب اقتصادي، ليها جانب اجتماعي، ليها جانب بيئي. ده مشروع متكامل. ده مشروع متكامل لمده سنتين، ممول من اكاديميه البحث العلمي، كان الدكتور اشرف برقاوي عميد الكليه الاسبق هو اللي كان الباحث الرئيسي، وبعدين هو ربنا ييسر له الخير وسافر الامارات كاعاره، وبعدين دلوقتي بيكمل استاذنا الدكتور ربيع صادق هو الباحث الرئيسي، واحنا اعضاء الفريق معاه. احنا دخلنا للفلاح وقلنا له انت عايز ايه؟ مجموعه الخدمات بتاعتك انت عايز ايه؟ عايز تلقيح صناعي اصطناعي، ولا عايز تغذيه كويسه، ولا عايز نجمع لك اللبن بتاعك وتاخد سعر اعلى، عايز المخلفات الزراعيه اللي انت بترميها ومش عارف تعمل بايه. اكيد طبعا. طب ازاي نعيد استخدامها تاني ونزود قيمتها الغذائيه. كل الكلام ده كان فيه توعيه للفلاح. في توعيه عملنا الكلام ده. اخترنا محافظه الفيوم لان هي اقرب لينا، واخترنا عملنا مثلا 18 لقاءات مع قرى مختلفه. بيتقبلوا الموضوع ده؟ في الاول دايما المربي، في ناس بتبقى بتحب الممارسه او بتحب البحث العلمي فتساعدك فتقول لك تعالى طبق عندي. جاره بيحب يشوف الاول جاره حصل ايه وبعدين يبدا ياخد، وبعدين يبدا يقول له طب خلاص انا عايز الموضوع ده. انا كان من حظي حلو ان انا اشتغلت مع الدكتور احمد سيد عبد العزيز زمان، كان عنده مشروع اللي هو نظم معلومات الماشي. تمام. دي كان بيعتمد ان انا اروح للمربي او للفلاح الصغير ده في بيته واوزن عنده اللبن عشان اعرف كميه اللبن عند الفلاح، لان مفيش حد يعرف. فكنا نروح نبات هناك وناخد كميات اللبن عند الفلاح في الاول، الفلاح عشان نقول له تعالى، نقول له طب هنديك علف مركز كويس بقيمته الغذائيه عاليه، فبدي له حاجه عشان يقدر يديني هو حاجه.
هو دايما بيحب ياخد ويدي، ده الشكل التقليدي. لكن الشكل اللي انا ادخل بقى في عينات دم والكلام ده، دي لسه ما دخلناش عند الفلاح، احنا شغالين في المزارع الكبيره، لكن عند الفلاح دي لسه صعبه شويه. طيب خليني مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، ان احنا بنتكلم على موضوع كبير ومهم، وطبعا سيادتك تقول كان في الدكاتره والاساتذه اللي اهتموا بالموضوع ده كتير. احنا معانا او هينضم لينا حالا على التليفون دكتور حمدي عبد الشافي، استاذ مساعد لتربيه ووراثه الحيوان كليه الزراعه جامعه القاهره. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء النور على حضرتك، ومسائك خير على كل مشاهدينا واستاذنا الدكتور سامي ووصل استاذنا الجليل ومعلمنا الفاضل. اهلا وسهلا. يعني الحديث طبعا انا شايفه ان هو محتاج حلقات وحلقات، ما اعتقدش ان هو هينتهي النهارده، لكن يعني اتكلمنا شويه عن التكنولوجي، اتكلمنا شويه عن التنوع البيئي، اتكلمنا شويه عن العوامل في تحسين او العوامل المهمه ودرجه الحراره والجو البيئي في تحسين انتاج الجاموس بالتحديد. طيب نسمع من سيادتك، اتفضل. هو بالاضافه اللي قاله طبعا استاذنا الدكتور سامي، طبعا ده استاذ الاساتذه عندنا، ان عمليه التحسين الوراثي هي عمليه مستمره، هي ما بتقفش عند وقت معين، هي لازم تكون عمليه تراكميه مستمره، وكلنا بنبني على بعض، ما فيش حد فينا بيبدا من الصفر. الشغل اللي انا مثلا بشتغله، انا سافرت المانيا خدت الدكتوراه من بره ورجعت سنه 2013، كنت شغال على جزئيه كانت في الوقت ساعتها حديثه. استاذنك بس تعلي صوتك سنه من فضلك. حاضر. كنت خلصت الدكتوراه من المانيا ورجعت سنه 2013، وكنت مسافر على منحه مموله من وزاره التعليم العالي عندنا في مصر بالاشتراك مع الهيئه الالمانيه للتبادل العلمي، وكان الشغل بتاعي على تحديد بعض الجينات المرتبطه ببعض الامراض الموجوده في مشيه اللبن، مش كشغل بيطري، لكن كشغل عمليه التحسين والتربيه. الكونسبت او المفهوم الاساسي لشغل التربيه والتحسين زي ما تفضل الدكتور سامي وقال، هو موضوع لازم موضوع مستدام بيتنقل الصفه، بنحسن الصفه من جيل لجيل اخر، وبنوقفش عند مرحله معينه. في الجزئيه اللي انا بشتغل فيها حاليا، بشتغل على بيانات الجينوم بتاع الحيوان، بندرس بنشوف المواقع الوراثية اللي موجودة على جينوم الحيوان والمرتبطة بالصفة اللي احنا بندرسها، سواء بقى الصفة دي انتاج لبن او نمو او انتاج بيض او تسمين، ايا كان الصفة اللي بندرسها بنربطها بالبيانات بتاعة الجينوم، وبنقدر زي ما الدكتور سامي قال بننتخب او بنختار الحيوان على عمر صغير جدا، ودقة الاختيار بتاعتنا بتبقى عالية. تمام. على سبيل المثال مثلا في شغل التقليدي، لما كانت الناس بتشتغل زمان، رغم ان هو ادى الى تحسين الانتاج الحيواني على مستوى العالم بشكل كبير جدا، يعني لو اضرب لحضرتك مثلا، احنا من الستينات وهم شغالين بره، ومن قبل الستينات طبعا شغالين في عمليه التحسين الوراثي، الانتاج تقريبا تضاعف 3 أضعاف في انتاج اللبن او انتاج البيض او في كل الـ سواء انتاج حيواني او انتاج نباتي. الموضوع لازم في الوقت الحالي يزيد بشكل اسرع من الوتيره اللي احنا كنا ماشيين بيها. اسرع في شغل التراديشنال، تطبيق التكنولوجيا. النمو السكاني حضرتك بيزيد بشكل اسرع كتير من الانتاج. تمام. إذا ما حصلش مواكبة للنمو السكاني ده، ممكن تحصل لا قدر الله مجاعات وحروب على الغذاء والمية في المستقبل بشكل فظيع. تمام. دورنا كعلماء أو كباحثين في مجال تربية الحيوان والزملاء في مجال تربية النبات، إن احنا ندور على سبل التكنولوجيا الحديثة اللي نقدر بيها نسرع من وتيرة عملية التحسين بشكل مستدام في الإنتاج. في سؤال يا دكتور حابب تسال فيه دكتور حمدي؟ دكتور حمدي بس طبعا من الزملاء اللي بعتز بيهم جدا ومن الشخصيات الجميله، وهو لما رجع من المانيا انا حبيت استفيد منه، لان طبعا إن شاء الله. العلم بيتواصل، ما فيش فرق بين استاذ و ايوه طبعا علم بقى، فانا دايما بحب ارجع له لما يبقى في حاجه في الحاجات الجديده، بقول له دكتور حمدي تعالى انا عايز اتناقش معاك في النقطه دي، استوضحها منه، ان طبعا ده مش عيب، يعني ده بالعكس انا بستفيد
من علمه، هو ذا كان بيستفيد مني انا بستفيد منه، فبيحصل تبادل معلومات بينه وبينه. حتى لما كنت بحكم لرسائل او بحكم ابحاث في نقطه معينه عايز اساله فيها، بقول له دكتور حمدي تعالى نتناقش فيها. فدايما نوع الحوار دايما بيني وبين الزملاء في التخصص كتير. فلما جه من المانيا وكان معايا طالب بيحضر دكتوراه، فاستأذنته دخل معايا في الاشراف وعملنا شغل حلو جدا 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 في الجاموس المصري مع الطالب بقى دكتور محمد عطيه دلوقتي. وبشكر طبعا على الهواء دكتور حمدي على مجهوده في هذه الرساله. انا بس في سؤال بيكون في دور اساسي طبعا التكنولوجيا الحديثه. سيادتك طبعا سافرت ودرست بره، وكان في طبعا تعاون اعتقد ما بين وزاره التعليم العالي والهيئه الالمانيه لتبادل العلم، ده اللي انا عرفته. انا عايز اقول مدى تاثير ده في مجال البحوث والنشر العلمي. يعني انا دلوقتي جاي من بره واستفدت استفاده كبيره جدا جدا، وحضر مع سيادتك دراسه الى اخره او رساله تمام. انا عايز افهم ازاي انا بقدر اوصل ده بالشكل اللي انا عايزه الجديد او التكنولوجيا الجديد للي موجودين معايا او الدراسات الجديده اللي جايه معايا. تمام. هو حضرتك طبعا احنا دور الناس اللي هي بتسافر بره سواء في منحه دكتوراه او منحه ماجستير او حتى لو بيطلع بره مثلا سنه في مهمه علميه او بيرجع، عمليه التبادل العلمي دي مهمه جدا، بيحصل فيها تبادل الافكار. صح، مهمه جدا فعلا. بنتعلم مثلا بعض التكنولوجيا الحديثه اللي احنا مش قادرين مثلا نطبقها بشكل كامل عندنا هنا في مصر. بناخد اللي نقدر ناخده من بره من العلم وبنحاول نطبقه على قد ما نقدر. تمام. وبنوصله لزمايلنا، وبنحاول طبعا على قد ما نقدر مش بس ان احنا نوصله لزمايلنا الباحثين او ان احنا نطبقه بس في شغل البحث العلمي، لكن لازم يكون دي مردود على المستوى القومي وعلى المستوى الفلاحين او المربين. احنا دورنا طبعا كباحثين او كدكاتره الجامعه ان احنا نبسط المعلومه على قدر عقل الانسان اللي احنا بنخاطب معاه. صح، لسه حالا صح صح صح. هي طبعا الموضوع ما بيبقاش بسيط لما بنيجي ننقل بعض التكنولوجيا الحديثه من بره. الصوره دي بتبقى العمليه صعبه شويه ان احنا نطبقها بحذافيرها، فاحنا بنحاول ناخد منها على قد ما بنقدر. عظيم جدا. طبعا بتواجهنا بعض العقبات حضرتك، لكن الحمد لله يعني في الوقت الحالي في كتير من جهات التمويل البحث العلمي سواء على المستوى القومي او على المستوى الدولي. يعني سعيدة جدا بوجودك معانا دكتور حمدي عبد الشافي استاذ مساعد تربية وصل الحيوان كلية الزراعة العنقة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور حمدي. شكرا جزيلا، ميرسي. طيب احنا عايزين نبدأ في نقطة تانية خالص وهي التعليم عن بعد. ده موضوع اعتقد مهم عايزين نتكلم فيه براحتنا، ولكن هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل. تفضل. علماء من بلدي على شاشة القاهرة. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين لحضراتكم، وبدأنا أو هنبدأ الكلام في موضوع مهم جدا، وأعتقد أنه ده وقته يعني تعليم عن بعد. عايز أعرف تفاصيله وإحنا واصلين فيه لإيه وبالتحديد في موضوعنا. هو مش موضوعنا، هو دلوقتي بقى التعليم عن بعد بقت حاجه يعني او عايز اقول لحضرتك نقل اتغير التعليم تماما. تماما التعليم تماما. صح من طبعا كلام حضرتك. فيس تو فيس بين الطالب مع الدكتور، فيس تو فيس بيتكلموا مع بعض او الدكتور بيلقي المحاضره، الى تحولت الى ان بعد حدوث جائحه كورونا وعدم التجمعات، فبالتالي مجلس اعلى الجامعات ووزير التعليم العالي قال لك لابد من ان احنا نكمل التعليم بس يكون التعليم عن بعد. التعليم عن بعد الكلية عندنا والجامعة تبنوا مجموعة منصات تعليمية، نزلنا عليها المادة العلمية، وفي بعض الدكاترة عملوا نوع من اللايف اللي هو ألقوا محاضرة من خلال فيديو، وهم أو حصل نوع مشاركة ما بين الطالب والأستاذ من خلال التعليم عن بعد. بس لسه يعني عارف احنا لسه في البداية، فليها مشاكلها،
لكن دي اصبحت حقيقه له نتائج هو ده سؤال. طبعا ما هو احنا مش متعودين على حاجه فكره مفاجاه على فكره، احنا متعودين دايما على الاسلوب التقليدي فيس تو فيس، ان الدكتور او المدرس يدخل في الفصل او يدخل في المحاضره ويشرح مباشره للطالب. لكن إن الطالب يقعد وعلى على اللاب او يقعد على الموبايل ويسمع الدكتور ويحصل نوع من المناقشه، احنا ما وصلناش فيها لدرجه كبيره من التقدم، لكن بدانا. عايز اقول ان احنا في كل مرحله هيحصل ان احنا نعالج الاخطاء اللي كانت موجوده، هتزود عنصر التكنولوجيا. ممكن يكون ناجح يعني هينجح بس لسه عايز مواصفات عايز مجموعه الناس اللي بتشتغل في هذا الموضوع تدرس النقاط الضعف اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت دي، لان خلاص بدات الامتحانات دلوقتي للطلاب السنه النهائيه للكليه. لازم يدرسوا بقى المشكله كانت ايه عند الطلبه ومشكله ايه عند اعضاء التدريس عشان يحلوا المشاكل اللي ابتداء من العام الجديد ما زلنا موجودين في جائحه كورونا. أيوة مش هيحصل برضك تجمعات ومش هيحصل القاء المحاضره، الدكتور يدخل يشرح المحاضره في المدرج، فلابد هيحصل تعليم عن بعد بس بطريقه تعالج القصور اللي كان موجود في الفتره اللي فاتت. لكن بدانا، واهم شيء ان احنا بدانا في التعليم عن بعد. وفي ردود افعال الطلبه حضرتك ملاحظها بيحتاجوا حاجه زياده؟ الطلبه مش كل الطلبه عندها الامكانيات اللي هي تقدر يبقى عندها لابتوب عشان يحصل عشان بقول لك كده، احنا لازم ندرس اوج القصور اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت وتدرس كويس. ممكن يكون في وسائل اخرى بالظبط كده بحيث ان احنا ننقل، يبقى في نوع من المشاركه ما بين الطالب وعضو هيئه التدريس من خلال التعليم عن بعد. لكن التعليم عن بعد بقى دلوقتي حقيقه لابد ان احنا نعترف بيها ونعترف بوجودها، لكن عايزه دايما نوع من التطوير المستمر عشان نقدر نواكب او نخلي نوع من التفاعل بين الطالب والمحاضر. الانتاج الحيواني او الثروه الحيوانيه ومدى تاثرها باقتصاد قومي واقتصاد بلد، وهي بتاثر هي قد ايه؟ يعني انا ما بين ارتفاع وانخفاض، الموضوع ده مش اي حد بيستوعبه، غير ان انا جيت العيد، جه العيد يبقى بلاقي حاجتي وطلبات بيتي وانتهى. ده ممكن يزيد ازاي وياثر عليا كبلد؟ ممكن يقل ازاي وياثر عليا وكبلد كبلد كمواطنين وكشعب؟ احنا عندنا مشكله في مصر ان احنا طبعا النصيب الفرد من البروتين الحيواني منخفض مقارنه بالمتوسطات العالميه. تمام. عشان نوصل للكلام ده وزاره الزراعه بتقعد تدرس في الموضوع ده، فبتعمل نوع من يعني التي القياده السياسيه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا يوجه الانتاج الحيواني، عمل مزرعه المليون راس ديت، عامل المليون ونص شجره، فبيدي اهتمام للانتاج الحيواني. الوزير الحالي بدا يتكلم في مراكز تجميع الالبان، ومراكز تجميع الالبان دي مهمه جدا، فبدات نوع من تنشيط بعض الاشياء اللي تنشط الانتاج الحيواني. احنا مشكلتنا زي ما قلت لك في الاول تفتت الحيازه الزراعيه، بمعنى الحيازه الزراعيه كتير موجود عند الفلاح، عند فرد واثنين وثلاثه، فبداوا يفكروا في موضوع انشاء او تجديد مراكز تجميع الالبان. مراكز تجميع الالبان دي بتشجع المربي، ده هيكون في محافظات معينه مثلا في على كل المحافظات على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه، لان ده هيشجع الفلاح ان يحسن من انتاجه او يزود من انتاجه، بدل ما يبقى عنده جاموسه واحده لا يجيب اثنين يجيب ثلاثه، لانه بقى فيه فلوس كتيره داخله له. تمام. قبل ما انهي برضو كلام يعني كلام مع حضرتك، بالتاكيد المرحله اللي جايه او المرحله اللي قدام ونظره مستقبليه قدام بيكون ليها معايير خاصه من حد متخصص، صح؟ شايفها بقى ازاي المرحله اللي جايه؟ والله انا شايف المواضيع اللي بتتكلم فيها وزاره الزراعه حاليا والقياده السياسيه مواضيع مهمه جدا، بس هل تنفيذها على ارض الواقع هيتم؟ هو ده سؤالي بقى للقياده السياسيه وزاره الزراعه، هل التكنولوجيا مثلا احياء مراكز تجميع الالبان ده هيستمر وهيبقى هياخد وقته وتكلفته عشان يحسن الموضوع ده؟ لان لو اتعمل الموضوع ده هيعمل طفره في انتاج الحيواني. هيفرق. كتير كتير. مشكلتنا في مصر ان احنا بنبدا في حاجه لكن ما بننهيش الموضوع. دي مشكله عندنا. ان احنا نبدا بموضوع لكن ما بيتنهيش. بنبدا وبعدين نقف. أو مع تغيير القيادات.
طبعا ما بتكملش النهايه، بيجي بخطته هو بتاعته كل واحد هو بيجي يحط نقطه ما بيكملش الخط، كل واحد يجي نقطه ويبدا من اول. دي مشكله عويصه جدا طبعا، دي مشكلتنا ان احنا الفلاح المطلوب انه منه ايه في المرحله القادمه؟ الفلاح ان هو يكون متعاون مع البحث العلمي، لازم يبقى في تعاون. طب ازاي هو هيعرف؟ هو اما مشكله الفلاح بقول لك لازم يبص بعينه. احنا دلوقتي ودينا له في المشروع اللي كلمت في المشروع اللي كلمتك عليه. احنا مودين له مكنه يتقطع المخلفات الزراعيه، ودينا له ملاس عشان يحطه على ويوريا عشان يحط على المخلفات دي اللي ما كانتش ليها قيمه خالص وكان بيحرقها. لا احنا خليناه يوكلها للحيوان، الحيوان مستساغه، عملنا له مركز تجميع للبن، بدا يروح يفرز اللبن، بدا يخد اللبن، علمناه. هو مقتنع طبعا وفاهم. بص هو حضرتك طالما احنا ودينا دكاتره متخصصه في ان ازاي يحسن في صناعه الجبن القريش، ازاي يحسن في صناعه الزبده، ازاي يحسن في ينتج جبنه دمياطي، هم بداوا يعملوا الموضوع ده عندهم وبداوا يبقى مقبول عندهم في القريتين اللي احنا شغالين فيهم بداوا يقتنعوا في الكلام ده. احنا في نهايه المشروع هنودي مستندات كبيره جدا بتودي زي ما بنسميها خارطه الطريق، هنوديها لاكاديميه البحث العلمي اللي هي الجهه المموله، نقول لها ادي الخريطه اللي انتوا تمشوا عليها عشان تستمروا بقى عليها عشان احنا قلنا بناء نموذج تنموي مستدام. كلمه مستدام صح جدا. جمعيه المصريه لانتاج الحيواني، وده هيكون نهايه حوارنا. الجمعيه المصريه لانتاج الحيواني طبعا انا ليا الشرف ان انا ابقى رئيس مجلس الاداره حاليا. لكن طبعا لا ما اقدرش انكر فضل اساتذتي الكبار اللي كانوا موجودين في الاول، ابتداء من الدكتور عبد اللطيف بدر الدين رحمه الله عليه، الدكتور جمال قمر، الدكتور احمد سيد عبد العزيز، الدكتور محمد الشافعي. دكاتره عظام جدا كانوا ماسكين المجله دي، وكانت المجله دي او الجمعيه المصريه للانتاج الحيواني دي الجمعيه الام، الجمعيه اللي تشمل كل اعضاء الانتاج الحيواني وكل ما يهتم بمجال الانتاج الحيواني، سواء في الجامعات المصريه، في المراكز، في المعاهد البحثيه، كانوا اعضاء في هذه الجمعيه. حصل نوع من التفتيت، كل واحد بدأ مجموعة كونوا جمعية تانية، يعني كان اسمها الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني، تشمل الإنتاج الحيواني اللي هو الحيوانات الكبيرة والدواجن والأسماك والأغنام والماعز. هم بدأوا أو بدأت مجموعة من الزملاء مثلا يمسكوا التغذية يقول لك الجمعية المصرية للأغذية والأعلاف، يمسكوا الدواجن يبقى الجمعية المصرية لإنتاج الدواجن، الجمعية المصرية للأغنام والماعز، الجمعية المصرية للأرانب. فحصل نوع من التفتيت بدل ما كنا في حلقة واحدة. ده بينتج ليه؟ يعني ده بيحصل ليه؟ ليه انا بدأت انا شايف ان انا رابطة واحدة بنتج، طب انا بفتت وبجزأ ليه؟ انا حتى ده كان طلبي في مؤتمر كان في كنت مدعو ليه في اسكندرية تبع كلية الزراعة جامعة اسكندرية شاطبي، وقلت هذا في الكلام ده في المؤتمر ان لابد يحصل توحد تاني للجمعيات دي وتقعد على ترابيزة واحدة تناقش موضوع الانتاج الحيواني وازاي يحصل تعاون بين الجمعيات دي. فالجمعية المصرية للإنتاج الحيواني أنا شرفت فيها من سنة 2000، وكان معاه الدكتور أشرف بركاوي طبعا كان هو رئيس مجلس الإدارة وأنا كنت سكرتير. فلما الدكتور أشرف سافر إعارة أنا اللي مسكت رئيس مجلس الإدارة. والحمد لله دلوقتي بقى لنا موقع تبع بنك المعرفة المصري. السكور بتاعنا يعتبر عالي، وكان تعتبر المجلة بتاعتنا من المجلات المتميزة لتحكيم البحوث. إحنا عندنا تحكيم خارجي وتحكيم داخلي، يعني البحث اللي بيقدمه العضو في الجمعية بيتم توجيهه لأستاذ من خارج الجامعة بتاعته بيتم تحكيمه، ولما بيرجع بنوديه لمحكم أجنبي بيحكمه. دي ميزة عندنا في الجمعية المصرية لإنتاج الحيواني. عظيم. بس أنا يعني بفكر في حاجة، إن أنا بحتاج إن أنا أعرف المواطن بالكلام ده، يعني أو المتابع أو المهتم. بص حضرتك دي يعني دي جمعية علمية يهتم بيها اكتر العلماء اللي في نفس نفس المجال التخصص. تمام. لكن احنا ممكن نعمل ندوات وورش عمل ونستناد المربين والمزارعين ونعمل حلقات نقاش. هي دي الخطوه الجايه ان شاء الله اللي هنعملها باذن الله، نامل في هذا ان شاء الله. حلقتنا طبعا رائعه جدا جدا، ميرسي على ذوق حضرتك، حلقه جميله جدا جدا، ولسه كان موجود اسئله كتير قوي قوي بصراحه، لكن استفدنا من سيادتك ونورتنا استوديو 7. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بيك، وانا شاكر جدا استاذ الدكتور سامي ابو بكر، استاذ تربيه الحيوانات كليه الزراعه جامعه القاهره، وايضا المدير التنفيذي لمحطه جرب الزراعيه السابق. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتنا. اهلا وسهلا، شكرا. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، علماء من بلدي شكرا، وان شاء الله داليا هتكون معاكم الاسبوع القادم باذن الله. شكرا جزيلا.
متشكرين لك جدا وشكرا على حوارك الجيد. يعني بص حوار رائع. انا كان نفسي بالحوار هو يعني عندك معلومات كتير. في عندنا كتير عندنا كتير عندك معلومات كتير. كنا نأمل كنا نأمل. بس شكرك شكرا. انا اللي بشكرك على يعني حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة تقيلة العذرية في مصر ولما أنا قبلية في مصر مولد السيدة والذكر والهيصة ورفعت فرح